معانا الكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول لكره الطائره السيدات بالنادي الاهلي. يعني نقول لك صباح الفل عليك. صباح الاهلي. صباح الاهلي طبعا. حلوه الدخله دي يا كابتن محمود. كابتن كريم، كابتن هوان، صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الفل. طبعا حاجه كويسه جدا يا خالد موجوده، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. هي الحقيقه من اللاعبات المميزات جدا، ويعني تحقيق لقب فردي في بطوله ده يحسب لها طبعا، بتجتهد بشكل كبير. لكن يعني عايز اتكلم بشكل عام، يعني بالنسبه لك ايه اللي انت بتشوفه في ايه بنجاحها وباصرارها ان هي توصل لهذا التالق في المباريات وفي البطولات؟ والله يا ايه خالد، من الموسم اللي فات حتى لما حصل موقف لايه الشامي، ان هي حصل لها موقف في الملعب اي ساعه ماتش الماتشات بتاعت نهائي الدوري، ان هي غيرت مركزها من مركز ثلاثه لمركز اثنين عشان تغطي مكان ايه الشامي، ادت بشكل كويس جدا وادت واجبها اللي عليها تمام، وبالتالي هي عندها الحماس الشديد، وهي بصراحه يعني هي من افضل اللاعبين الحماسيين الموجوده، وبتبذل اقصى مجهود ليها عشان تعوض كل الحاجات اللي موجوده في الملعب، فهي ربنا يكرمها ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله السنه دي معانا، وربنا يسهل يعني. كلام جميل كابتن محمود. برضو مهم ان احنا نروح مع حضرتك يعني ونتكلم شوية عن الطفرة الحاصلة في كرة الطائرة تحديدا سيدات بالنادي الاهلي، واللي ليها انعكاس طبعا ايجابي بيكون بعد كده على المنتخب. يعني خلينا نعرف برضو، احنا سألنا ايه السؤال ده، بس مهم نسأل حضرتك، يعني انا لما اجي اتكلم عن نجاحات بتحقق ومستوى وتطوير، هل ده بيبقى راجع بس ليه مثلا نقول اللاعبات تحديدا والتيم ورك الموجود، ولا للمدير الفني، ولا المنظومة الإدارية عامة في النادي؟ يعني خلينا نعرف منك أكتر، لأن كمان الموسم الجديد أكيد إحنا منتظرين كجماهير للنادي الأهلي موسم لا يقل طبعا إنجازات وتحقيق للبطولات عن الموسم اللي فات اللي كان أكثر من رائع بصراحة. والله وإحنا بنتكلم إن النادي الأهلي دايما هو الأساس أو الدعيمة الأساسية لمنتخب مصر في كل الالعاب. صحيح. احنا بنتكلم على الكوره، بنتكلم على الباسكت، على الفولي، على الاندبول. وده بلغه الارقام عشان ما حدش يقول لنا احنا بنقول يعني بنضخم، ده بلغه الارقام. عدد اللاعبات اللي موجودين في المنتخب واللي بيبقى موجودين داخل الملعب في مع المنتخبات ده بيبين. بالظبط. يعني احنا عندنا اللعيبه الموجوده، يعني كان عندنا 7 لاعبات في المنتخب، منهم على الاقل في 4 او 3 في الملعب دايما موجودين معانا من الاهلي. فمعنى نص الفرقه معناها من منتخب مصر تقريبا. الميزه الموجوده ان النادي الاهلي بيعتمد اعتماد كلي على المنظومه المتكامله، يعني الاداره اداره، يعني الناس اللي بتوع الاداره ليهم تخصص الاداره بيشتغلوا فيها بمجهود كبير، الجهاز الطبي والجهاز المعاون للجهاز الطبي دول بيشتغلوا برضو عشان خاطر يساعدوا اللاعبين، والمدير الفني والجهاز الفني ده اللي بيزود المهارات وتنمية المهارات عندهم اللي بتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني ده اللي بنشوفه في المنتخبات. لان لما الاقي ان حصول اللاعبات مثلا آية خالد وندى وليد وحصولهم على جوائز او حصد الجوائز في البطولات الافريقيه مع منتخب مصر، ده بيبين ان المنظومه المتكامله هي دي الميزه اللي صحيح. في النادي الاهلي موجود. صحيح، انا متفق مع حضرتك جدا. بالتاكيد طبعا، ويمكن كمان هسالك سؤال يعني اكيد سالته قبل كده، لكن الفتره اللي فاتت خلاص انتهت بالنسبه للحصول على البطولات، القادم بالنسبه لكم اصعب لان كل الفرق دعمت اكيد عندهم هدف وحابين ان هم طبعا ينافسوا النادي الاهلي. كيف ترى هذا الموسم اللي بالتاكيد ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق فيه؟ ان شاء الله. هو بس المشكله الوحيده زي ما انت عارف ان الصعود الى القمه سهل، المحافظه على القمه دايما بيبقى صعب. فخلينا نقول ان الصعوبه ان انت تحافظ على اللي انجزوه البنات السنه اللي فاتت، فانك تحافظ عليه السنه دي هي دي الصعوبه اللي بتواجهنا احنا كجهاز فني. طبعا. غير طبعا الاعداد البدني، غير انهم مثلا كان في جزء منهم في المنتخب، جزء منهم بيتمرن في النادي، فعشان نوصل المجموعه برضه نقرب من بعض. وان العمليه توصل بالذات ان احنا الجهاز الفني الجديد السنه دي غير الجهاز السنه اللي فاتت، بنشكره طبعا على الانجاز اللي عملوه السنه اللي فاتت، الا ان السنه دي برضو الوضع مختلف زي ما انت قلت، في عندنا نادي سبورتنج بيجهز ناس وجاب برضو لاعبات وحصل فيه انتقالات عايز يعلي من مستواه، نادي الزمالك مستمر باللعيبه المحترفه اللي معاه السنه اللي فاتت اللي ادت اداء متميز برضو السنه اللي فاتت، لازم ناخد بالنا من الكلام ده كله، اكيد هيدعم فرقته. فيعني دول المنافسين الاكثر تنافسا مع النادي الاهلي الموسم دوت،
وربنا يسهل يعني، بندعو الله وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمود، كل التوفيق ليك. وكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول لكره الطايره السيدات بالنادي الاهلي، شكرا ليك جدا.